السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي وحبايب قلبي، شباب وبنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معانا النهاردة حلقة صعبة 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 جدا. بس قبل ما نتكلم عن الحلقة بتاعتنا، حابة افكركم تصلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام في الكومنتات، تدعوا اخواتنا الشهداء في فلسطين وربنا يرحم شهدائهم وينصرهم ويثبتهم ويصبر اهاليهم يا رب، اللهم امين، وينصرهم نصر عزيز ومقتدر. متنساش تسيب اللايك بتاعك، تشترك في القناة، تفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. طيب الحلقة بتاعتنا النهاردة بنتكلم عن واحدة ليها دين في رقبة واحد ده مات، راحت الجنازة، دخلت الجامع هما قبل ما يصلوا عليه، وطلبت حقها من الميت ومن الحاضرين. ابن عمه ولا عمه كان واقف بيتكلم بيقول انا فلان ابن عمه او عمه مش متذكرة، اللي له الدين لا اللي عمل موقف فيه سامحه معرفش ايه والكلام ده، واللي له دين انا يقول على الدين وانا هسد الدين. وقالها مره وقالها التانيه، طلعت قالت له انا فلان الفلاني، وكل الناس عارفه ان فلان الله يرحمه عليه دين ليا، وانا عايزاه. كنت محدش رد، رجعت كررت كلامها تاني، انا فلانة الفلانية، فلان الله يرحمه له دين عليا وانا عايزة، رغم ان الكل عارف المشكلة وعارف ان هو عليه دين ليها. اسكت، محدش رد. طب انت مش لسه ايه، انت مش لسه متكلم، ده هيفضل في رقبته، معلق في رقبته الى ان يسد عنه او ما يسدش عنه، واللي ما بيسدش عنه الدين او ما بيسدش دينه قبل ما بيموت ربنا ما بيبصش في وشه. طب انتوا بايعينه قوي كده؟ إيه طبعا هي حزبنت عليه وقالت ان هي مش مسامحاه ليوم الدين، ولو بينه وبين دخول الجنه مسامحتها هي مش هتسامحه. تعالوا نشوف هي قالت ايه ونرجع نكمل كلامنا. القصة صعبة جدا. أنا ريهام علي، صحفية من قرية طبار في مركز الشوائي محافظة الفيوم. هو الموضوع مش صعب زي ما أنت متخيلة، الموضوع أصعب مما تتخيلي. يعني قصة دخول المسجد دي أصعب مما تتخيلي، ومهما اتحكى فيها صعب إن العقل البشري يستوعب، مش سهلة خالص دي خالص. بس لما حد بيتظلم بيبقى الإحساس أصعب، احساس الظلم نفسه اصعب. وقع عليك ظلم بيا، بيكي تحكي على متوفي كنت ناس، عايز اعرف المتوفي ده. انا كان ليا حق عنده، هو كان بيبيع بيت في 2014 وعرض عليا البيت وانا اشتريت منه البيت، وكان في اتفاق بينا بعد ما كتبنا العقد، كان في اتفاق بينا ان هو كان طبعا بيبني بيت تاني، بيبني بيت وبيشطب فيه، وطبعا كان في اتفاق ان هو بعد شهرين او ثلاث شهور على حسب ما يشطب هينقل عفشه بالكامل وينقل ويقعد في البيت. كان ب 650 الف جنيه في 2014، وانا شريت وخلاص الموضوع خلص والاتفاق تم وحصل، وهو قعد في البيت اكتر من ثلاث شهور عبان ما شطب وخلص وقعد في البيت ونقل وقعد في البيت. فاثناء الفتره اللي هو كان بينقل فيها كان عنده فرح بنته، عمل الفرح في البيت برضو بعد ما كان نقل نص الجهاز، وعمل الفرح في البيت وبعد الفرح نقل حاجته بالكامل. و طبعا استاذني عشان يعمل الفرح في البيت، وانا كنت رافضه ان هو يعمل الفرح اصلا في البيت، ومامتي هي اللي قالت لي عيب، لان هي كانت بتقول عليه اخوها، فكانت بتقول لي عيب، ما يصحش تردي على خالك وتقول له كلمه زي كده، احنا مش قرايب ومش عيله واحده، احنا عيلتين مختلفين، لكن احنا في صله صداقه قويه جدا من قبل انا ما اتولد اصلا، من ايام بابايا الله يرحمه، ما كان بابايا وباباهم كانوا لسه شباب وكانوا مصاحبين بعض
من حتى قبل بابايا لما يتجوز. عشره قديمه وعشره قويه جدا، مش عشره وخلاص. وانا ما كنتش متخيله او متوقعه ان هم هيخونوا العشره والعيش والملح بالطريقه دي، ولا كنت متوقعه اصلا ولا كان يجي في مخيلتي ان الامور توصل لكده خالص. وعلى فكره انا مش مبسوطه من الوضع وصل لكده، او ان انا رحت المسجد وحصل كل ده، انا مش مبسوطه خالص بالقصه دي، بس هم اللي اضطروني ان انا اوصل لده. انت تدخلي الجامع. الجرأة دي ما هتجيش الا اذا كان انت قلتي الموضوع مش سهل، صعب قوي، الظلم كان ظلم كبير جدا حقيقي. الموضوع ده كان بقاله كام سنه معاكي؟ موضوع المشكله كلها مشكله من 2016. اكيد اللي تدخل الجامع وتعمل ده اكيد الموضوع من زمان. شفتيه من 2016؟ تمام، من شهر 12 2016. احنا في 2024. احكي لي بقى اول ما دخلتي اول سنه في الجامع، دخلتيها ازاي؟ انت قلتي لي قبل التصوير ان في حاجه غريبه، ايه هي؟ ان في ناس شافتني وانا داخله، كان بامكانهم يمنعوني، ولكن انا ما اعرفش ازاي ما منعونيش. هل الكلام ده معناه ايه؟ او انت قولي ايه اللي حصل. انا لما وصلت قدام باب المسجد كان هم بيصلوا في الركعه الاخيره بتاعه المغرب، لان هو الدفنه كانت عقب صلاه المغرب مباشره. فهم انا طبعا لما وصلت عند المسجد انا مش عارفه، وده بيت ربنا، فانا ما ينفعش ادخل مرتبه خالص. قولوا لي الفكره جت ولدت، فده كان الانتهاء من صلاه المغرب. ولقيت في اوضه كده في المسجد، لقيت الجنازه طالعه منها وبيحطوها في الجامع جوه علشان خاطر في المحراب عشان خاطر يصلوا عليها. ففي التوقيت ده انا قلت خلاص، بس هي كده الدنيا تمام الحمد لله وخلاص. فاضطر نزلت من التوك توك وانا داخله باب المسجد، كان في ناس وشها في وشي وانا داخله، وسبحان الله هم ما شافونيش، هم ما شافونيش فعلا. وضح هذا بايه؟ لا، ما دي حاجه من عند ربنا، مش بتاعتي ومش بتاعتهم ومش بتاعت اي حد. عايزه تقولي ان ربنا يستر لك اللي انت عملتيه. جدا جدا. كنت ممكن بتهيألك ان في رد فعل ممكن يحصل من قرايب يعني. وانا ماشيه في التوك توك، وانا خارجه من بيتي وركبت التوك توك وانا رايحه في التوك توك، كنت متوقعه ان هيحصل مشكله على باب المسجد. كنت متوقعه ان حد هيشوفني وهيمنعني. عينك في عيني. خالص خالص. ودخلت المسجد. لما وصلت في نص المسجد طبعا الصفوف واقفه مصطفين هم وخلاص، ولقيت ابن اخوه كان ماسك المايك من امام المسجد وبيقول المتوفي ده يبقى عمي، ولو حد ليه حاجه عنده، لو حد زعلان منه يسامحه لوجه الله، ولو هو زعل حد قبل ما يتوفى يسامحه لوجه الله، هو بقى بين ايدي ربنا، ولو حد ليه حق عنده يقول دلوقتي وانا سد دينه. في التوقيت ده كنت انا وصلت في الصف الاولاني، وقفت جنب المشايخ. الصف الاولاني كله كان واقف مشايخ، اكتر من 15 شيخ من عندنا من البلد. فانا كنت واقفه جنبهم. لما هو قال كده انا سبته لما خلص، لان هو ردد الكلمه مرتين، قال ليه حق عنده او ليه دين عنده يقول وانا هسد دينه دلوقتي يبقى حقه عندي. انا سبته لما قال مرتين. بعد ما خلص انا قلت له انا ليا حق عند عمك وعايزه حقي دلوقتي. فما كانش، ما فيش، هو ما بصش اصلا، ما كانش فيه رد. انا مش عارفه هو ما كانش سامعني ولا هو مش متوقع، انا ما اعرفش الحته دي هو اللي جاوب عليها. بتوجهي له سؤال؟ انا ما اعرفش. عايزه تقولي له ايه؟ لا، مش عايزه اقول له حاجه خالص غير حسبي الله ونعم الوكيل بس. بالرغم ان هو واقف بيقول اللي عليه دين لعمي يقول لي عليه وانا هسدده. انت عايزه تقولي له ايه بعد الكلام ده؟ قولي له انت ما ردتش، ولا انت عايزه تقولي له ايه؟ انا مش عايزه اقول له حاجه خالص، انا مش عايزه اتكلم معاه اصلا. انا عايزه اقول له هي حاجه واحده بس، حسبي الله ونعم الوكيل. وفي يوم من الايام هتترد المظالم. محدش يا ريهام كان واقف من المصلين يعني قال لك اي حاجه؟ هداكي مثلا؟ قال لك التهديه دي جت بعد انا ما قلت ايه. واللي هداني خالي على فكره، ابن عم مامتي، مش حد منهم يعني. اللي انا قلته ما وجعهمش اصلا، مع انه كان صعب. كان صعب. نقدر نقول المتوفي هم من وجهه نظرهم مات وانتقل الى رحمه الله خلاص؟ ماليش علاقه بقى، مش بتاعتي. بس فانا لما هو قال كده انا رديت عليه تاني، قلت له انا هو بقول لك انا ليا دين عند عمك وعايزه حقي دلوقتي عشان اسامحه. انا مش هسامحه الا اذا خدت حقي.
فلقيته برضو الولد مكمل في الكلام وما بيردش عليا، فاضطريت لفيت وشي للمصلين وقلت لهم انا ريهام علي عبد الرحمن، اللي يعرفني واللي ما يعرفنيش انا بنت الحاج علي عبد الرحمن، وانا اللي معايا مشكله البيت، انا اللي كنت شاريه البيت من ابو احمد عشان الناس اللي ما تعرفنيش شكليا، والمشكله لسه ما خلصتش لحد دلوقتي زي ما هم قالوا للناس. انا قلت ربما حد تاني من اهله ضميره يصحى، ضميره يصحى ويقول حقك عندي، ويبقى انا مسكت في حد ان حقي عنده، ونقعد ونحل الموضوع والدنيا تخلص. ده كل اللي كان وانا ماشيه، ده كل اللي كان في دماغي، وده كل اللي كان في مخيلتي. لو اتعاد المشهد ده تاني هتكرريه؟ اه هكرره. رد فعل الناس بقى لما دخلت الجامع كان رد فعلهم ايه؟ الناس اتصدمت وانا بتكلم، يعني انا لما دخلت كان هو بيقول المتوفي ده يبقى حق عمي، ولو حد ليه حق مزعله يسامحه، ولو هو حد زعلان منه يسامحه لوجه الله، ولو حد ليه دين عنده يقول لي وانا سد دينه دلوقتي حالا. انا سبته لحد ما خلص الكلام، وفي الاخر قلت له طيب انا ليا حق عند عمك وعايزه حقي دلوقتي عشان اسامحه. محدش رد عليا، فقلت له انا هو بقول لك انا ليا حق عند عمك وعايزه حقي دلوقتي، انا ليا دين عنده وعايزه حقي دلوقتي عشان اسامح. محدش برضو في المسجد كله رد عليا، ولا حد قال لي انت بتقولي ايه. انا لقيت الناس بقى كلها بتبص لي ومتنحه، مفيش يعني بص مفيش اي فعل ولا فعل ولا رد فعل. طب فيما بعد ايه اللي حصل؟ انا خلاص بعد ما قلت كده واتكلمت محدش رد، فرحت طلعت من الصف وديت وشي للناس اللي بتصلي، اللي هي واقفه عشان تصلي المصلين، وقلت لهم يا جماعه انا ريهام علي اللي معايا مشكله البيت بتاعت ابو احمد، وانا المشكله لحد الان مش ما خلصتش زي ما هم بيقولوا، احنا لحد الان ما زلنا في مشاكل وما زلنا في خلافات، وانا ما خدتش حقي لحد دلوقتي وانا عايزه حقي. ورحت بصه للناس وقلت لهم انا عايزه راجل يكون موجود من عيله فلان او من عيله فلان اللي هم اخواله وعمامه، حد منهم دلوقتي يقول لي يا بنتي حقك عندي وانا سامحه لوجه الله تعالى ونرفع عنه عذاب القبر، واروح بيتي دلوقتي قدام الناس كلها. محدش برضو قال لي انت بتقولي ايه، فرحت عايده الكلام تاني. انا لما عدت الكلام محدش برضو رد عليا خالص، فرحت لقيت نفسي تلقائي بقول طيب انا يا ابو احمد حاسه انك شايفني وسامعني، انا متاكده انك شايفني وسامعني وحاسس بكل الناس اللي موجود في المسجد دلوقتي، وانا كنت جايه عشان اسامحك، بس اهلك محدش منهم عايز يرد عنك ولا عايز يرد دينك، انا مش مسامحاك انا مش مسامحاك ومش هسامحك ليوم الدين، وحسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل فيك، حسبي الله ونعم الوكيل فيك، ربنا يجعل قبرك حفره من حفر جهنم، ربنا يجعلك في الدرك الاسفل منها، وانا مش مسامحاك، انت ظلمتني وتعبتني وانا مش مسامحاك، بالرغم من ان انا ما عملتش معاك اي حاجه غير كل خير، وحسبي الله ونعم الوكيل فيك، وانا مش مسامحاك ليوم الدين، وحقي ان شاء الله باذن الله هاخده من كل قلبي. من ابتعدت؟ طبعا من كل قلبي، مش من قلبي بس. بالنسبه للفلوس اللي هي في احكي لي بقى عن الفلوس اللي هي في المحكمه، هل فعلا راح حطيت فلوسك في المحكمه وانت رافضه تاخديها؟ الفلوس اللي هم حطها له في المحكمه ليها قصه، اللي هي لما هو خد الحكم 6 شهور واتحبس بدات الناس تتكلم معاهم تقول لهم كده عيب، ده راجل كبير وراجل مريض وممكن يموت في الحبس، فهتبقى وحشه او هتبقى وصمه عار في حقكم، فالموضوع مش هيبقى حلو. الله يرحمه، محطوط في موقف انا ما اتمنهوش لألد اعدائي، ما اتمنهوش لألد اعدائي، كان الله في عونها، ربنا يفرجها عليها ويسد دينه عنها ويتولاه، لان اللي بيموت بدين ومحدش بيسد عنه بيفضل في رقبة صاحبه، بيفضل في رقبة صاحبه ما بيقعش بالموت. فانت ربنا يعينك على اللي انت فيه، وان انت وصلت المرحلة اصلا ان انت لا سددت لها دينك ولا اصلا، يعني ميت وهي مقهوره منك ومن عمايلك ومن اللي حصل منك، فخلي بالك انت ما خدتش حاجه معاك وانت ميت، ما خدتش حاجه معاك، ما فيش حاجه هتنفعك هناك، اللي هينفعك انك كنت تسد دينك، انك كنت تراعي ربنا في الست اللي لا حول ليها ولا قوه. كان الله في عونك، و ربنا يعينه على اللي هو فيه ويصبر اهاليه، ومحدش يتحط في الموقف ده، سدوا ديونكم يا اما ما تدينوش.
اشوفكم على خير في حلقة جديدة، ومتنساش تدي لايك وتشترك في القناة وفعل زر الجرس. سلام.